ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نسمع كثيرا كثيرا قول بعض الإخوة حفظكم الله. أنا أنصح السلفيين أن يتركوا تبادل التبادل، بارك الله فيكم. التبيين مثل هذا الذي يصل الآن على يد أبناء عروة أبو الحسن وأمثاله، يعني يأتون بقواعد طبعا تهلك المنهج السلفي وأهله، صحيح ولا نجرح؟ كيف؟ خلاص ما تكلم عن ذلك أبدا، إذا حكمت حكمت إرفاض، بارك الله فيكم. منهج واسع، يقول منهجا واسعا أفلح، هذه كلها ضد أصول المنهج السلفي في الدعوة إلى الله والتحذير أهل البدع، فيأتون مثل هذه القواعد المميئة، بارك الله فيكم، والتي تميئ الشباب، خلي ما عنده غيره، ما عنده نشاط لنشر هذا الخير، بارك الله فيكم. طبعا هذا الشاب بعدين لا يفرق بين أهل القواعد بين أهل السنة وبين أهل البدع، كل سيار عنده، فهذا تذييب وتمييع للمنهج السلفي ولشبابه. الإخوان المسلمون ميعون، الروافض إخواننا والصوفية إخواننا، وبارك الله فيك، والدعوة السلفية تفرق والدعوة السلفية تشدد، هذا تمييع، بارك الله فيك. ونحن نحذر من التشدد، بارك الله فيكم، ونحذر من التمييع والتميز، ونحذر من جهة أخرى أن يكون الإنسان يعني له نظرة كيف يعالج الأمور تختلف عن نظرة أخيه، هذا يريد السرعة ويريد يحكم بسرعة ويريد كذا وكذا، يريد خاصم، وهذا يريد أن يتأنى ويأتي البيوت من أبوابها ويستخدم شيء من الحكمة، فيقال مني هذا غلط، هذا غلط. وأنا أنصح يعني الطرفين بالاعتدال والتوسط، وأن يتركوا تبادل التهم فيما بينهم، وفي مقابل فلان يميع فلان متشدد فلان متطرف فلان منفر، ويكثر الكلام هذا في جماعة مثلا في الرياض في كتب شيئا أهل السنة أنهم متشددون، العلمانيون يرون المسلمين أمام متشددين، يرون أنك إذا ما واليت النصارى وأحببتهم وقالتهم وكذا وكذا أنت بتشدد، السياسيون ينتمون إلى الإسلام غير علمانيين مميعين، يرون مثلا التحريم أهل البدع ومجافاتهم مثلا لأجل هذه الدعوة، يرون هذا تشددا، الكلام في أهل البدع والتحريم يرون تشدد، فيجعلون يعني القيام بالأمر المعروف والنهي عن المنكر في أهل البدع، بارك الله فيك، يرون هذا تشددا، وهذا الصنف هم الميعون الذين يرون تحريم أهل البدع بالحكمة وبالعلم، وبارك الله فيك، الدعوة إلى السنة بنشاط ونقد أهل البدع بعلم وحجة وبرهان، يرون هذا تشدد، هذا الميعون لا شك. وأنا في بداية هذا الأمر ما جاءت مثل هذه الأشياء، فلان ميع فلان تشدد، وجاءت النصيحة، قلت لا نريد يعني لا نستطيع أن نصب الناس في قالب واحد، من كلهم طبيعتهم واحدة في القوة أو في الضعف، هذا ما يحصل أبدا، حتى في عهد الرسول كان في ناس أقوياء أشداء مثل عمر وخالد وهؤلاء، والدين يحتاج هذا الصنف، في ناس مجنين هم ضعفاء إن شاء الله، والدين يحتاجهم، فقلنا يا أخوة كل واحد يحترم أخوه، أنت عندك حكيم عندك سياسة في الدعوة حكمة، وهذا عنده في شو من الشدة مثلا، إذا وضع الشدة هذه في محلها فلا تعترف عليه، وهذا إذا وضع اللين في محله فلا تعترف عليه، فلا تتبادل التهم، أنت تقول متشدد وأنت ما تدري ما هي الشدة، وتصف يعني الأمر الشرعي بالشدة والآخر لا يعرف الحكمة، بارك الله فيك، ويرى الحكمة تمنيعا، فقوا هذه الأشياء، فقوا هذه الاتهامات، بارك الله فيكم، وزنوا الأمور بالميزان الشرعي، واعلموا أن الناس يتفاوتون في إقبائهم، فإذا كان أخي قوي ونشيط يكتب، بارك الله فيه بعلم وحجة وبرهان، وينتقد بحجة وبرهان، ويضع الأمور في نصابها، ما أقول متشدد، ما أقول، لأن هذا تنفير من دين الله،
وصد عن سبيل الله. وإذا أخي عنده حكمة ويدأب مثلي حريص على هداية الناس، لكن أسلوبه يختلف أسلوبه قليلا، والغاية واحدة. أنا أبدا ما أصلح بالتغيير.